بالنسبه للتخلص من دور الصافي في مدينه سيرة واعاده ايواء ساكنتها خاصه في منطقه بوقنادم، كثير من المواطنين اللي استقينا الشهادات ديالهم تيتسائلوا هذه المنطقه هذه واش تم تاهيلها على مستوى المدارس والمستشفيات والاسواق الى اخره. احنا بكل صراحه هذا الموضوع نعتبره بعدا واحد النقله في المدينه ديالنا، واللي برنامج مدن بدون صافي حراتي بشحال هذه هو كيتعاود عندنا حنا في سله، وكنا كنتصوروا بان حنا الحمد لله ما يمكن الا ان نتمين هذه المجهودات. وانا بكل صراحه تنقول الحمد لله كانت مجهودات ديال السلطه المحليه، كان تعاون ديال المنتخبين لاول مره، تعرف لان هذا الموضوع من الاسباب اللي كانت كتخسروا شنو هو تدخل بعض المنتخبين الفاسدين اللي كانوا كيحرضوا الناس كيقولوا ما يبقاو تما دا 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 دا، واللي كيقول واللي بغى هو يستفاد واللي بغى يدير. الحمد لله اليوم سالا لقات منتخبين الحمد لله في المستوى اللي ما عكروش الصفو ديال هذا العمل، بالعكس دعموه. لا 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 شوف احنا الحمد لله باش نقول لكم احنا عندنا رئاسه لكن لا نزعموا راسنا بان كل شيء احنا ديالنا، احنا الحمد لله متحالفين مع ناس نحترمهم ويحترموا وتنخدموا في اطار واحد. والدليل على انه يمكن نقول لك انا مني بديت في المقاطعه هنا وانا الحمد لله كل جوج مرات اللي مره واحده اللي امتنعوا واحد جوج ديال المستشارين، والا مني بدينا في 6 سنين كامله كاع القرارات اللي خديناها داخل المجلس بالاجماع. الاحزاب اللي كاينين معكم؟ احنا بالنسبه للمريصه عندنا الاحرار وعندنا التقدم والاشتراكيه وعندنا الاستقلال. وطبيعه احنا اربع الاحزاب هنا في المريصه الحمد لله قراراتنا نقدروا نقولوا كلها بالاجماع، واحد قرار واحد وفيه امتناع. والقرارات ديال الجماعه بالاجماع كلها على مستوى الجماعه، اذا احنا الحمد لله يمكن الصوره اللي عطينا هي اننا احنا ماشي تنهيمنوا، حنا كنخدموا في واحد الاطار جماعي. فالحمد لله هذه الصوره ديال هذا المنتخب اليوم اللي كاينين في سله زادوا دعموا هاد العمليه ديال الحمد لله النجاح ديال العمليه ديال الناس ديال دور الصفيح. وحنا من الامور اللي كنا كنقولوا للناس بان الحمد لله بان هذيك البلايص راه فيها راها يعني فيها واحد العدد من المرافق اللي مطلوبه للناس. هذه بوقنادل وما فيهم، وكنا كناكدوا غير ما مره بانه ما يمكنش نصيفطوا الناس بحال غادي نفيهم، خصهم فاش يعيشوا، خصهم فاش يلقاو فرص ديال الشغل، خصهم يكون عندهم المواصلات، وهذا الشيء كله الحمد لله يظهر بانه مضمون. بقات لنا وكنا اكثر من ذلك حتى للتاريخ. دابا اليوم غتصايب المجزره اللي هي المجزره تما، وليت هي تقدر تعطينا فرص ديال الشغل، ولكن كنا حق واحد الطمع كبير جدا بانه كان عندنا اتفاق ان يكون المارشي الكرو يعني سوق الجمله ديال الجهه كان كنا صوتنا عليه باش انه يدوز ويكون في بوقنادل نظرا للمنطقه النسله بصفه عامه راه تعاني من الهشاشه في السكينه ديالها. راه عندنا مشكل في الهشاشه ما نقارنوش مع مدن اخرى، والسكينه ديالها هي اكبر سكينه في الجهه. فكنا كنتصوروا بانه ومازال الان طامعين تنقول هي ثاني مدينه في المغرب من ناحيه السكان. انا الا هضرت على مستوى الجهه، على مستوى الجهه هي اكبر وحده. اذا شنو؟ حنا بالنسبه لنا كنا طامعين بانه يكون للاسف الشديد ورد دابا راه مشى للرباط، ولكن مازال كاين الامل انه يقدر يكون شي سوق اخر اللي يقدر يكون في بوقنادل ويضم قنيطره وغيرها من المدن القريبه.